ازاي تقول الله وانا مالي يا لمبي؟ اهلا بيكم فيديو جديد من قناه 5 minute practice، معاكم خالد محي الدين، والنهارده هقول لك ازاي تقول وانا مالي يا لمبي، او انا مالي باي حاجه من الاحوال، او انا ايه دخلي، او انا ايه علاقتي بالموضوع ده اصلا، وانا ذنبي ايه، يعني مش فاهم ايه اللي دخلنا في الموضوع دوت. كل ده ليه جملة بسيطة جميلة جدا بتقولها بالإنجليش بتضاهي نفس المعنى، ألا وهي إيه؟ What does this have to do with me؟ What does this have to do with me؟ يبقى لما تكون عايز تقول وأنا مالي يا لمبي هتقول إيه؟ What does this have to do with me لمبي؟ خلينا ناخد مثال كده ظريف. واحد صاحبي بيكلمني بيقول لي أنا محفظتي اتسرقت، تمام؟ فأنا عايز أقول له مش فاهم أنا مالي؟ بيقول لي ما أنا عايز أستلف بقى منك فلوس، ها؟ فتعال نشوف بيقولها إزاي. My friend told me that his wallet has been stolen. So I told him, what does this have to do with me? He said, I need you to lend me some money. يعني هو جاي يقول لي انا محفظتي اتسرقت، عايز اقول له مش فاهم انا مالي، يعني انا مالي يعني ما تتسرق، ايه دخل انا؟ يقول لي ما انا عايزك بقى تسلفني فلوس، ها؟ هي دي بقى الحته اللي انت عايزها. يبقى وانا مالي يا لمبي، what does this have to do with me؟ وبس كده، ده كان الفيديو بتاعي النهارده، ما تنساش لو الفيديو عجبك انزل اعمل لايك وسبسكرايب لو انت لسه مش عامل سبسكرايب، وشير علشان اكبر عدد من الناس يستفيد. سلام.